مساء الخير. مساء النور. الأوراق لو سمحتي. معك مذكرة تفتيش؟ إيه معي. لو ما كان معنا ما فينا نطلب ورائك. رح نفحص الكحول. أنا محامية. يعني ممنوع نفحص الكحول؟ لا بس أنا شربانة شوي وبيتي قريب من هون. الكل بيته قريب يا أستاذة، حياتكن أهم. وأنت شو بتهمك حياتي؟ لو سمحتي تنزلي من السيارة، خلينا نقوم بشغلنا لو سمحتي. لا ما رح انزل وما رح تعملوا لي شي، ونادي لي القاضي المناوب. عيب هالشي. إذا أنت محامية شو عتبنا على الناس؟ أنا ما عم بحكي شي عن قتل إبراهيم أهيزكالا وجماعته، بس يعني بصراحة ما فيك تقوس على بيت بنص المدينة وما فيك تتحمل كل هالخسائر. وشو شغلنا؟ هو وسخ ونحن نظفناه. موضوع هلأ مختلف. انت بتعرف من مين خلصنا؟ ضي اللازي مو هيك؟ ايه سمعت بهالشي. هو جن يعني؟ شو بدك تقول اسماعيل؟ كنا نايمين. لو مراد ما كان صاحي وين كنا نحن؟ بالسجن طبعا. وليش بقى اعمل هيك؟ وشو بيهمنا نحن؟ ليك نظام الدين، في كتير شغلات عم يخفيها مراد على مدار عنا. مثل شو؟ رح اعرف. لا اعرف كل شيء، عم بستنى خبر احتمال يوصلني بكرة. ياللي كانوا سبب اختيار مراد بارون ما رح يقوموا ابدا. اسماعيل ضيا، لنقول نهار انت شو صار لك؟ رح اقول لك. افتح اذنيك منيح واسمعني واترك هالشي. حتى انا ما فيني انقذك. أنا سندريلا وأنت بتكون أميري. عبد الحي ضل معي مادي بالمكتب. وينك عبد الحي؟ انت منيحة؟ بخير. بجيب لك الدكتور اذا حاسه بشي. ما في شي من الجو. وانا قلقان شوي كمان. ليش في شي؟ لا ما في شي.
بجوز الآن من التقاعد. أنا تقاعد. الحقيقة التقاعد منيح. مراد خلانا متقاعدين ممتازين، أعطانا مصاري لحتى نستريح. أنت تعبت معنا كتير يا سيف، برأيي استمتع باستراحتك. الحق معك. متشكر الله إنكن هون معي مشان ما أحس بالوحدة. بنتشكرك. مفاتيح السيارة بالسيارة. يمكن سكراني أنا. شاف سيارة الشرطة. شكرا لأنك تركت شغلك وتفضلت وتكرمت وإجيت لعندي. أنت شو مفكرة حالك؟ أنت شو مفكر حالك بدك تحبسني هون وتتركني لحالي؟ لا تصرخي، فوتي. قلي شو بك؟ قلي يا حدا بيشبع من ايه. نوم. يلا شباب خلصت الحفلة، أنا رايح الحمام وبس ارجع بتروحوا. طمن رايحين، أصلا انزعجت راسي عم يرن لأنك ما بتستوعب هالشغلات. لا تزعلوا شباب، هلأ بتشوفوا كيف رح طبق كل البنات اللي هون. ليكو لا تخجلوني. عيب ولو إيه، على مهلك شوي. شو رايكم نجيب للبنات سندويش؟ ها؟ العمى شو دبقين، امتى بدهم يروحوا يخلصوني منهم؟ اي حاجتكم بقى بلا حكي كثير شراب. شو هاد؟ ما في أحلى من النظافة، وهالبنات نظاف، بس الشباب أكلوهم بعيونهم أكل وبكل وقاحة. أنا المعلم واللقمة الكبيرة للمعلم. لسه بدك تشربي؟ أنت ما دخلك، بدي ضل أشرب وبدي أشرب سم كمان. حاجة صرخي، هلأ بينبح صوتك. صحصحتي؟ فيقتك المي الباردة؟ عقلتي ولا لسه؟ لا ما عقلي، وبدي لم عليك الناس. يلا اتركني. أحسن مانك قاعدة وعم تشربي من الصبح، عملي لك شي شغلة مفيدة. قلت لك اتركني. وشو رح تعملي إذا ما تركتك؟ عمل لك اتركني، بردت كتير. بتقلي إنك بدك تجي وما بتجي، لك عيب عليك. لا الظاهر ما فقتي. لك حاجة صرخي رح تفضحينا قدام الجيران. انت ضحكت علي، جرحتني،
مبسوط هلا؟ شو رح تعمل هلا؟ بدك تروح لأني عم ببكي؟ روح، أنا ما عاد بدي أشوفك هون. رهف، ما عاد بدي إياك، ما عاد بدي حدا، أنا ما حدا بيحبني. ليش الشباب راحوا ما استنوني؟ ما بعرف، ما قالوا شي. لجهنم. شو هاد؟ التقرير اللي طلبته. لما اطلب تقرير مو هاد يا فهمان، قصدت البنات انا. قلت منرحب فيهم بس. بس كانوا تعبانين وعم يرتاحوا. بالله شو؟ ومن امتى الروس بيتعبوا؟ وخاصة بناتهم. انتوا فوتوا شباب، انا بستقبلهم. برزات بلا انانيتك، ها خلي البنات هن اللي يختاروا. منيا التلتهي بسندويشتك. شو شايفني؟ رح نقي وحدة وانتو خدوا البقية. ماشي. ان شاء الله ما يكون حس عمران. من هون. يلا يا بنات، يلا لحقيني. يلا يلا هون شباب، اجوا الغسلان. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
الشريط هون. شو نرقص لكم يعني؟ يطلع لهم يطلع لهم. انتوا تعلمونا الرقص وانا بحب السلو. ايه لكن شو بدنا نساوي يعني؟ بصحتكم. ايه بصحتكم. يسلمون. يلا يا شاطر لشوف. خليك يلا. ايوه صح. حرقتني حرق. غير شكل. ايه والله عيب عليكم. اتصلوا بعمران. الزلمة له حق علينا. خذ من ايدي. بس يعرف رح يخبر المعلم مراد. رح يعرف. يلا يا بطل. يلا حبيبي. شفتوا يلا. اني بطل. يا ريت خلينا يشاركنا. بالله شو بخرب علينا الجو. صح 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 بسرعه يا حبيبي. انت شريف درجه اولى. تسلم لي. انا عليك يا شاطر. والله انكويت. انا ما اكلت شيء بس ليش انعست هيك؟ لك يا برني حلو. الله يستر. هلا وقت المعاد بس بيشرب كمان. يلا يا حبيبي. يلا ما عاد فيني بنوم. دوختيني احلى شباب. ايه والله ما اجى دوركم. رح وقف قدام المدعي العام. عم يجهز الوراق. بابا قال لي في شي بقدر اعمله. رح بزته يحيى معي بالسجن هلأ يا نسرين. انت خلي جلال معك. رح حاول صلح الأمور. انت ما تشغل بالك. رح أخذ من السيد نظام الدين ورقة الشغل، وإذا صار شيء أكيد رح أجي لعندك وأستشيرك. لا تخافي، أنا دبرت كل شيء. يلي ضل مو مهم يا نسرين. اهتمي ببنتك، وإذا قدرتي وشفتي نهاد وسيليا خدي لشوف. لا تخافي ما في شي، بس يمكن أخذ برد. نمتي هون؟ ومراد ما استنى راح فورا. ليش؟ أنا ما بحب الليمون والنعناع، ما بعرف شو بيصير لي بداية. هدول الأشريطة لعلي؟ في منهم شريط ضايع، بجوز كون حاطته بين أغراضي. رهف، أنت منيحة؟ لا والله، ماني منيحة أبداً، بس شغلة مو مرض. أنا وحيدة، رح يتغير هذا الوضع. شو هاي وحيدة؟ طيب ونحنا؟ ما في حدا جنبي عن جد. قلك ليش؟ يمكن تنزعجي بس، ولا واحد منكم كان معي لا وقت علي
ولا وقت غيابه ولا بوجود مراد ولا بأي وقت من الأوقات. أنت عم تغلطي بحقك وبحقنا. يمكن أنا عندي حالي وفهماني عليها. وين الشباب؟ لسا ما رجعوا. بعرف إنهم لسا ما رجعوا، عم بسألك وينهم؟ هلا بشوف. عبد الحي معك مسكن؟ معي معلم. فطرت ولا لسا؟ هلا ليش كل ما بسألكم سؤال بتجاوبوني بسؤال؟ جاوبني وبس. معلم كأنك مو نايم. شب أنا ميماتي وأنت كمان عم تسأل؟ لا ما نمت وما فطرت كمان، وكانت ليلتي مثل الزفت ورح مضي يوم أسفت من هيك. ما في، جيبوا الشباب والفطور والمسكن وبلا أسئلة. معلم حرقوا حوالي 3500 برميل. من وين عرفت هالشي؟ من الشباب اللي بالأمن. عابدين عنده أصدقاء بالأمن بيجيبوا له الأخبار. ما شاء الله. ولا سليمان روح مع أخوك عابدين وتعرف على أصدقائه بالأمن. خالي نحن كمان عنا مصادر للمعلومات. وشو هالمعلومات سيد سليمان؟ خال قالوا انه العقرب لساعه عقرب. يا ربي الطوف فينا يا رب العالمين. آمين. تطلع الجرادة من جحرة أسوأ من انه تطلع النحلة. وز 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 راح تجي الشرطة وراح يطلبوا روس كبيرة وراح ياخدوا روس. يا انت اصلا ميت عند الحكومة بسجلاتها، بس نحنا مثل النعام منحط راسنا بقلب التراب. ملا مافيا. سلامة راسك معلم. راسنا بالتراب وجسمنا مبين. وانا كنت رح اقول لو ندخل بشغل المازوت مع بعض، بس ما رح يكفينا جسمكن، بدنا راسكن الاصلع كمان. سيدي ايش هو هالصلع النتعة؟ حاشاكم خال. ما بعرف معلم، قال الشباب ناسوا ورايحين ليناموا ويرتاحوا. موبايلاتهم مقفولة؟ ايه صحيح. عبد الحي شوف إذا فينا نعرف مكانهم من موبايلاتهم. ماشي معلم. مين كان بالنادي؟ لحالنا معلم، وجبت لهم فرقة رقص، وإذا عجبونا رح وقع معهم عقد. بس هالروسيات عم يتعبوا بسرعة معلم، ما عم تزبط معي. روس وبيتعبوا. أولاد الكلب. قصدك انه راحوا مع هدول الروسيات؟
لازم اقتل اول واحد فيكن. تني في فرق واحد بين الروس والاتراك، فرق واحد. الروس ما بيعطوا للمرأة قيمة ابدا، والاتراك بيموتوا عن نسوان موت. مراد على مدار لحاله هو اللي بيقرر اذا رح تموت ولا لا. كلياتنا تركناها لحالها. نحن ما تركناها لحالها، هي هيك بدها، وهالشي معروف لأنه مراد ما تزوجها. يا ابني الشعور بالوحدة بيروح بعد الزواج، وهن عايشين هيك. بس هذا شي مو صح أبدا. طيب أنا ما فهمت، إمتى بيوقع شي حدا بهذا المرض اللي اسمه الوحدة يا أولاد؟ شو الوحدة؟ وشو الخوف من الوحدة؟ دمروا عائلاتنا بكلامهم لنبقى وحيدين، وهلأ عم يقولوا إنهم وحيدين؟ هي أكيد قالت هالشي لأنها بصراحة حست إنه ما في حدا منا عم يدعمها بقراراتها. مثلاً هي عم بتقول إنه لما كان علي يرجع من العطلة كنتوا تختفوا ليبقوا لحالهم، وهي كانت تتمنى إنه نضل معها لننبسط كلياتنا مع بعض. هوهو، والله حالتها صعبة كتير. هالبنت مريضة. خلص لا تقول هيك حكمت، يعني إذا كانت مريضة وحاسة إنها وحيدة ما لازم نتركها، وإلا رح تسوء حالتها وما رح تقبل أي دواء. ساعتها شو منستفيد؟ أختي عم تتدلل وما فيها شي، لا تاكلي هم. الدلال شغلة مو بسيطة أبدا، إذا ضلينا هيك ما رح نوصل لحل. معك حق، إن شاء الله المسا كلياتنا منروح لبيت رهف ورح نسعدها أكيد. لك أنتو مجانين أنتو؟ كيف بتعملوا هيك شي؟ والله ما عملت شي يا معلم. لك كيف ما عملت؟ شغلت الجواسيس الروس بناديك، شو بنعمل هلأ؟ معلم معلش قتل عز الدين اللي جابها الروسيات لعندي على المحل. خلاص وخليك هون. في شي اخبار؟ لا معلم. معلم عم يخبرونا الشباب انه اندري اجا. كيف اجا؟ اجا مع رجاله وهو برا هلا. قال بده يشوفك ضروري. ولحالكم معلم بدك نقتلهم؟ وينه هالحقير؟ دخلوه. لو شبابنا مو بإيده ما كان إجا لعنا. خلوا يفوت. ماشي معلم يلا. يعني ما حكيتوا شيء للأمن؟ نحن الحكي مو من عاداتنا أبدا، ما في شيء مهم. ما بدك يجي السيد نظام الدين يدافع عنك؟ ما عنا شيء ندافع عنه سيدي المدعي، كل شيء بتقوله دولتنا على راسنا وعيننا، ونحن ما بليق فينا انه نكذب كلام دولتنا. يلي استغربته بملف التحقيقات الجرائم تبعك لحالك، ما حدا شارككم بهالجرائم؟ عملت كل شيء لحالك انت؟ ها ها، ليكون ماني معبي عينك سيدي المدعي، انا ضيع وشغلي من راسي لحالي. لو سمحت انا ما بدي اياك تضيع وقتك معي في كتير من الجرائم، ومو بواجبكم. ضيا بيك في كتير شغلات ضدكم، رح حولك للمحكمة ليحكموا هنيك بقضيتك. ها، لما بيكون الميزان متوازن بصير في عدالة.
سمعت انك بتحب الفودكا وسمعت انك بتشرب كتير. تفضل. وهلأ رح نشرب فودكا ووقتها رح تبين صداقتنا أو عداوتنا بقلب هالقنينة هاي. وين تعلمت تركي؟ تعلمتها من الشيشان، تعلمت كلمة من كل واحد قتلته. انت ببغاء؟ وانت وين تعلمت الروسية؟ انا اللي ربيت الشيشان اللي قتلتهم. لكان بصحتك. رجالك بين ايدي. اهيسكلا. ما رح كون مديون لألك. رجالي مقابل اهيسكلا؟ لا. مقابل اهيسكالي. اسماعيل فانونو. ما كنت بعرف انك ضيف الدم الفودكا هيك. بتسكر من شفة واحدة. بعرف انك واحد تركي حساس، وبعرف انك ما بتبعت رجالك للموت مقابل خمسة من رجالك بدي اسماعيل، وهي صفقة حلوة. إذا بدنا نبقى أعداء ما في داعي نشرب أكتر من هيك. خلال 24 ساعة اسماعيل فانونو إذا ما كان ميت اعتبر رجالك ميتين، والقرار لألك. Thank you.
لازمك اي شيء؟ كيف هيك؟ ابن محمد قرع خالي خطفوا أصلان بيك وحطوا بدار الأيتام، وبعدين لعائلة جاندان. درس بهوية علي جاندان وفات للخارجية. قبل ما يفوت على الخارجية طبعا انضم للمنظمة كي جي تي، وبعدين شارك بمهمات للكي جي تي ورجع لتركيا. وقالوا مات بالعمليات التجميلية. صار مراد علمدار، دخل المافيا بهوية ابن أخته لمروان وصار موظف رسمي للدولة بالمافيا. من وين جبت هالشي؟ شو أهمية سؤالك؟ شو قصدك بهالكلام؟ كيف بدنا نعرف إنها صحيحة ولا لا إذا ما عرفنا مصدرها؟ في صورة كيف تحول من شخصية علي لشخصية مراد. أعطيني صورتك وأنا بحولك لنظام الدين فوراً. من الموساد؟ لا نظام الدين لا، وحتى بالملف اللي بين إيديك يلي عمله عملية التجميل موجود ملف كامل عنه. متأكد أنه الميتين؟ تأكدت هلأ أنك بتعرف كل شيء؟ بتعرف كل شيء. لا تخبي علي، بتعرف كل شيء مو هيك؟ لا انت عم تكذب. اسماعيل ارتاح ببيتك، انت مو على بعضك، مبين تعبان. خليه معي راح شوف اذا مزبوط ولا لا. مو مشكلة، معي نسخة بالسيارة. مين بيعرف قديش كذبت علي؟ بشفق عليك، انت مريض. كل هالهوس يلي براسك خلاك تخسر البارونية. رح نلتقي. يا حرام.